بسم الله الرحمن الرحيم. أنا دكتور شادي منسي، استشاري أمراض القلب والقسطرة، ورئيس وحدة القسطرة بمستشفى المقطم للتأمين الصحي. الرسالة اللي أحب أوجهها دايما لمريض القلب إنه لو في أي وقت أعراض الأزمة القلبية، يا ريت دايما يتوجه بدري جدا للمستشفى، وما يبدأش يتأخر في البيت في انتظار إن الأمور تتحسن، لأن كل ما المريض بتاعنا توجه بدري في خلال من 60 دقيقة ل 90 دقيقة للمستشفى، الحقيقة ده بيبقى أسهل كتير جدا في التعامل مع الحالة، وأقل جدا في حدوث المضاعفات، وأحسن للنتائج بتاعة الحالة بعد التدخل ليها. فدايما يا ريت أنصح المرضى بتوعنا إنه في حال حدوث أي أعراض يشك فيها المريض أو أقارب المريض إنه في مشكلة تتعلق بأزمات قلبية، يا ريت نتوجه بسرعة جدا جدا إلى أقرب مستشفى ونستشير الطبيب الطوارئ أو طبيب رعاية القلب. فياريت دايما المريض يتوجه لأقرب مستشفى عشان يستشير دكتور الطوارئ أو دكتور رعاية القلب اللي موجود هناك، اللي هيقول لنا إذا كان فعلا الأعراض اللي عند المريض دي هي نتيجة أزمة قلبية ولا ده مش نتيجة أزمة قلبية. ففي حال وجود أزمة قلبية بيتم التدخل سريعا ويتم التعامل معها بشكل صحيح، وبالتالي بتكون النتائج إن شاء الله كويسة. تمنياتي دايما بصحة جيدة للجميع، وكل سنة وانتم طيبين. شكرا.